ماذا تعرف عن قانون حماية اللغة العربية في دولة قطر؟ بشكل عام، تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية. ماذا تعرف عن قانون حماية اللغة العربية في دولة قطر؟ فيما يخص التعليم والمؤسسات التعليمية، اللغة العربية هي لغة التعليم في المؤسسات التعليمية العامة، وتلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتدريس اللغة العربية. ماذا تعرف عن قانون حماية اللغة العربية في دولة قطر؟ تسمية الشركات بأسماء عربية، ويجوز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية أن تحتفظ بالاسم الأجنبي على أن يتم كتابته باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية. تكتب باللغة العربية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات القطرية، العلامات التجارية والأسماء التجارية والمسكوكات والطوابع والميداليات، ويجوز أن يرفق بها ترجمة بلغة أخرى. ويعاقب المخالف في بعض المواد والفقرات السابقة بالغرامة والتي تصل إلى 50,000 ريال.